من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. استقرار المتوسط بين مصر والبرتغال، تفاصيل جديدة في مخطط اغتيال الرئيس، البنك المركزي قطاعنا المصرفي قوي، رحيل الفقيه الدستوري يحيى الجمل، وإليكم تفاصيل النشرة. استقرار المتوسط بين مصر والبرتغال. فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي مارسيلو دي سوزا أن القرب الجغرافي بين البلدين يفرض عليهما التنسيق الوثيق فيما يتعلق بمجابهة العديد من التحديات التي تمر بها المنطقة في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية التكاتف في مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاولة تفكيك الدول والنيل من فكرة الدولة الوطنية وتقويض المؤسسات ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين الناتج عن الصراعات المسلحة. على جانب آخر، كشفت التحقيقات التي بشرتها نيابة أمن الدولة العليا في قضية تنظيم ما يسمى بولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الإرهابي تفاصيل جديدة في مخطط اغتيال الرئيس السيسي، حيث قالت التحقيقات أن جهاز الأمن الوطني حذر من خطورة مجموعة ضباط الشرطة الملتحين الستة الذي تباين اشتراكهم في إعداد مخطط لاغتيال الرئيس داخل مصر من خلال استهداف موكبه، وذلك أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمين الرئيس بوصفهم ضباطا بالأمن المركزي. هذا وقالت التحقيقات أن تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت إلى هوية المتهمين وتفاصيل المخطط الإرهابي الذي استهدف اغتيال الرئيس السيسي أثناء أدائه لمناسك العمرة والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي. وتضمن المخطط أن تقوم زوجة أحد المتهمين بتنفيذ عملية تفجيرية داخل الحرم المكي أثناء تواجد رئيس السيسي والأمير محمد بن نايف لإشغال قوات الأمن بالتفجير، في الوقت الذي يقوم فيه بقية عناصر الخلية بتنفيذ عملية اغتيال الرئيس وولي العهد السعودي. البنوك المصرية في وضع مالي قوي. هذا ما أكده طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي العاشر والمعرض السنوي الناس والبنوك نيابة عن طارق عامر، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف الجنيه كان له أثر إيجابي في تدفق الدولار إلى القطاع المصرفي، موضحا أن حجم أعمال القطاع تجاوز 3 تريليونات جنيه، وهو مؤشر على قوة البنوك المصرية. من جانبه قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن حصيلة مصرفه من شهادات الإدخار البلاتينية بعائد 16.20% ارتفعت إلى 85 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الآن، مؤكدا أن حجم الإيداعات النقدية الجديدة من العملاء بلغ نحو 15 مليار جنيه. مصر تفقد قامة دستورية كبيرة. فقد رحل عن عالمنا الفقيه الدستوري دكتور يحيى الجبل عن عمر يناهز 86 عاما بعد معاناة مع المرض، وقد تم تشييع الجثمان من كلية الحقوق بجامعة القاهرة البيت الأول للفقيه الدستوري الراحل، حيث شغل دكتور يحيى الجمل العديد من المناصب الأكاديمية والرسمية من بينها وزير التنمية الإدارية الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق. إلى هنا نشرتنا انتهت، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.